رافقنا بكم اللحظة الفقرة التنمية الذاتية اللي كرافقنا فيها هذا الأسبوع الأستاذ زكريا شيبوش، أخصائي في العلاج السلوكي المعرفي واستشاري في التربية والعلاقات الزوجية، استشاري في التوجيه الدراسي وتطور الأداء المهني، كاتب ومحاضر دولي ومعالج بالتنويم بالإيحاء. غادي تستمتعوا معنا اليوم بالحديث، خصوصا أن ضيفنا غني عن التعريف، استمعت به في مجموعة من المنابر الإعلامية، واليوم غادي يختار لنا موضوع جد مهم هو التعامل النفسي السليم مع التحديات اللي كتواجه الأسرة. شاركونا على رقم الهاتفي 0537 70 59 39 أو على رقم الواتساب 06 61 85 68 68. أستاذ صباح الخير. صباح الخير سارة، صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين، تمنى إن شاء الله تقضوا معنا أوقات ممتعة عبر أمواج إذاعة. شكرا جزيلا لك على الحضور. أنت أستاذ أخصائي في الإرشاد والتحليل النفسي المعروف به أستاذ، وكنسموك في منابر إعلامية لكن أول مرة معنا في الإذاعة الوطنية. صح. شكرا لك لأنك حضرتي من الدار البيضاء جيت عندنا لهنا الإذاعة. إذا نحاول نقرب منك المستمعين قبل ما نبداو في موضوعنا. طيب زكريا شيبوش طالب علم. نعم. أول شيء يعني احنا دائما كنطلبوا العلم في أي وقت وفي أي زمان، ما نقدروش نقولوا بأنه راه وصلنا لواحد المرحلة معينة. هذا ما هو إلا نتاج الحمد لله 11 سنة ديال التعليم والتعلم والممارسة الميدانية من طبيعة الحال لهذه ديال 6 سنوات. تكلت بمجموعة من النجاحات الحمد لله عبر منابر إعلامية خاصة، وكتعرفوا بأن الموجة ديال لي راديو بريفي اللي بدات اون 2006 بيان سور، الحمد لله يعني ولجنا مع مجموعة من الأساتذة كبار الحمد لله. نعم. اللي خرجوا من الإذاعة الوطنية وهما طبيعة الحال خريجين دراسة ديال الإذاعة الوطنية، مثال الحاج كمال الحنو الله يذكره بخير. نعم. بطبيعة الحال وأنا كنت من الناس اللي دائما كنت بع المسار ديال مجموعة من الإعلاميين، وبالتالي يبقى عندنا هذا الهم هذا أننا كيفاش ممكن نوصلوا رسالتنا بطبيعة الحال اللي اختاريناها أولا رضا الله عز وجل وترك الأثر والظفر. نعم. بالجنة ورضا الوالدين، وكذلك إرشاد الناس لتذوق السعادة، لأن الله عز وجل قال لنا ولا تسألن يومئذ عن النعيم. أكيد أنه كاين واحد النعيم في الأرض خصنا نعيشه، فحنا كنا كنقولوا شنو هو هذا النعيم هذا اللي ممكن نعيشوه؟ حنا كنشوفوا بأنه ناس عايشين المشاكل وعايشين تحديات اللي هي كبيرة، وواحدين أخرين لا عايشين الحياة السعيدة وعايشين بخير وعلى خير، وعندهم الفلوس ولباس عليهم والعمر ديالهم بخير وعلى خير، تيديروا الرياضة وتبقى لهم الوقت، علما أن نفس الإمكانيات اللي عند هذا الشخص عند الشخص الآخر. فهنا بدا التفكير في لا راه وقيلة المشكلة في المعتقدات، لا وقيلة. نعم. المشكلة في الدين، لا وقيلة المشكلة. فهنا بدأت الرحلة ديال البحث على هاد المفاهيم هذه كلها. طبيعي جدا لأنه كنقلبوا على الهوية ديالنا. نعم. أولا تنقلبوا على المفاتيح ديال السعادة وفين غادي نبدأ، وهذا الشيء كله ما تيجي إلا من خلال مجموعة من التجارب. يعني أنا خرجت من مجموعة من التجارب وتنقول مع راسي أون لو دغوا أليشيك، يعني عندنا الحق في الخطأ وعندنا الحق في الفشل، اللي هذا الفشل هذا اللي كيعتبروه الناس بانه راه شي حاجه اللي كتخلع ومشكله، لا كنقول لهم مبروك عليك اي واحد فاشل، مبروك عليك هنيئا لك، لانك رسمتي اول خطوه على الاقل للنجاح، لانك ملي كتفشل هذا دليل على انك خدمتي ودرتي شي حاجه ودرتي واحد المجهود. نعم. الشخص اللي ما كيفشلش وتيظن بانه راه في طريق النجاح فما عندوش مقاييس، ما عندوش معايير ديال واش هو بدا فعلا ولا ما بداش. ولهذا بدات الرساله ديالنا بطبيعه الحال قبل من سنه 2014 بشكل، والحمد لله من بعد سنه 2014 تغيرت الرساله، واننا ما نبقاوش نفكروا بشكل اناني وانما نفكروا بثقافه العطاء، كما الله عز وجل قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهنا الإنسان ميسر لليسرى في حالة العطاء وصدق بالحسنى من طبيعة الحال. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لاحظي معايا جوج الآيات من طبيعة الحال من خلال دستورنا اللي هو النص القرآني، لاحظي بأنه كاين التيسير في العطاء والتصديق بالحسنى. نعم. أو العسر إما ميسر لليسرى أو ميسر للعسرى. نعم. فهما جوج ديال المدارات، فأنت كتختار. هادو بزوجهم كلهم سعي نفسي، إما السعي النفسي نحو العطاء وأنك تكون شخص اللي باغي يعطي وتيحب الناس وكتعيش حالة السلام الداخلي. نعم. متوازن مع نفسك، مقدر ذاتك، عندك الرسالة ديالك، عارف شنو هما الأهداف، عندك الوسائل باش غادي تخدم على هاد الأهداف، عندك حالة الاتزان النفسي وكدير تعظيم الأداء،
فكون على يقين بانك غادي تمشي في المسار الصحيح. نعم. وغادي تجاوز جميع الضغوطات اللي انت كتواجهها في الحياه. نعم استاذ تبارك الله عليك. كنسمع كذلك على معالج بالتنويم بالإيحاء. اليوم يسمع المستمعين يسحب لهم غير نعسوا في هذه الحصه. طيب. باقيين كاينين حصص ان شاء الله اخرى اللي غادي نشوفوا هذه القضيه ديال التنويم بالإيحاء. طيب اول حاجه انا غادي نصحح واحد المساله، لان معلومه خطيره واحد الناس كيتداولوها تيقول لك التنويم المغناطيسي. ما كاينش شي حاجه سميتها تنويم مغناطيسي. هذا اسم تسويقي او ماركه، نقدروا نقولوا ماركه مسجله ديال واحد النوع من التنويم. طبعا الحال الناس اللي باغيين يبحثوا في ليبروز اريكسيونيان، كاين مجموعه من المدارس التنويم بالايحاء. التنويم بالايحاء علاش؟ لان كاين واحد اللغه كتسمى اللغه الميلتونيه، نسبه لنا ميلتون هو اللي اكتشف هذه اللغه. هذه هو ايحاءات للعقل واللي كتاخذ العقل المطور ولكن تيسجلها العقل اللاواعي العقل الباطني. طبيعة الحال الوظيفه، لان باش الانسان ما يركزش يقول لك العقل راه كاين في الدماغ ولا العقل كاين في اليد، لا، العقل هو وظيفه. نعم. داكوغ، ما عندوش تموقع. والان بطبيعه الحال العلماء تيبحثوا فين هو التموقع ديالو، في الكي تقول لك في الدماغ من خلال دوك العصيبات الصغيره ديال الشعيرات الدمويه اللي داخل الخلايا. خداو الناس واحد الوقت طويل كانوا كيظنوا بانه في الدماغ، وكاين الناس اللي مشاو الان لقاو بانه الوظيفه ديال العقل كاينه في القلب. وانا كنتبنى هذا الراي ديال انه راه كاينه في القلب، ولكن كاين بحث بطبيعه الحال اللي غادي ربما يثبت فعلا في الايام المقبله بان الوظيفه ديال العقل في القلب، لان حتى في الدين ديالنا احنا بطبيعه الحال انما تعمل القلوب ولا تعمل الابصار بطبيعه الحال. فهاد المفهوم هذا ديال الوظيفه ديال العقل تيخلي الناس تفهم شنو هي الطريقة والأسلوب باش ممكن احنا نأثروا أو نوجهوا هذاك العقل بالطريقة اللي بغينا. هذا التوجيه ما هو إلا كلمات كتصدر من شخص معين داكوغ، تيخليك تتأثر على الشخص الآخر. بحال مثلا اللغة ديال الإشهار، مثلا لغة الإشهار كتحمل لغة ميلتونية بالدرجة الأولى، بمعنى كتسمى الرسائل المشفرة. هاد المسائل المشفرة يعني بحال اللي تنقولوا حنا دي سو تكست ولا هذا، بغيت نوصل لك واحد الرسالة ولكن عن طريق مثلا الصورة، عن طريق الإغراء مثلا بالصورة، عن طريق تقنية التاتشيتوسكوب مثلا اللي أنا غادي نتأثر بها وتخليني فعلا نقتنع بهذاك المنتوج. داكو، ومن خلال الإيحاءات بالألوان، الإيحاءات باللغة، الإيحاءات بالكلام. لاحظي معايا أنه كاع المنتجات اللي تنبغيوها تروج بواحد الشكل كبير كنقارنوها دائما بالمرأة والطفل. نعم. علاش؟ لأن هنا كاين الغريزة البشريه، الغريزه ديال البشر من طبيعه الحال. وهنا العامل الاساسي هو العامل الغرائزي، اول شيء الجنس والابناء. فهذو هما جوج ديال الاشياء اللي تتخلي الانسان كي لاحظي معايا دابا غير مثلا بعض المنابر الاعلاميه فاش كيبغيو كما تنقولوا هذه الكلمه هذه، وخا تزعجني شويه كلمه لوباز، لان كلشي ولا كيقلب على اللوباز. كيركزوا اكثر شيء على كلمه فضيحه، على كلمه جنسيه، على ايحاءات جنسيه، شي حاجه اللي مثيره. فوالا، فلهذا جا هذا التنويم بالايحاء، هو معروف من طبيعه الحال من سنوات، وجا من خلال النظريه الفرويديه انه كان تيدير جلسات ديال التنويم وتيخلي مجموعه من المستفيدين انه يوصلوا لواحد المرحله. وهذا الشيء ممكن ناخذوا في حصه بطبيعه الحال ما بين بيتا تيتا الفا، هادو سي دي فريكونس اللي غادي نشوفوهم ان شاء الله. نعم ان شاء الله مازال نحاولوا اننا نشرحهم اكثر للمستمعين في حلقات مقبله. اليوم استاذ في البدايه لابد اننا نشير ان الحياه لا تخلو من المشاكل. طبعا المشاكل الاسريه كاينه في كل اسره وكل بيت عندهم مشاكل وكثيره، لكن كتختلف نوعيه وطبيعه المشاكل حجمها طبعا من شخص لاخر. وكيبقى التعامل النفسي السليم هو اللي كيخلينا نتخلصوا ونتجاوزوا هاد الصعوبات والعقبات بكل ثقه وسلاسه. اليوم بغينا نتعرفوا معك على هاد التقنيات استاذ، شنو ممكن تقدم لنا؟ طيب في البدايه خليني للساره ونقول للمستمعات والمستمعين انه الاسره بطبيعه الحال اللي كنعتبروها هي النواه الاساسيه والخليه الاساسيه لبناء واحد المجتمع. اي شخص كيفكر انه يتزوج بطبيعه الحال رجل او امراه، الاكيد ان تيكون عندهم معايير اختيار شريك الحياه. فهاد المعايير ديال اختيار شريك الحياه هي مبنيه على ماذا؟ على اي اساس انت بنيتي المعايير ديال اختيار شريك الحياه؟ واش بنيتيها بالطريقه العاديه ديال وكما تزوج الوالد والوالده راه حتى حنا غادي نتزوجوا، او لا كتبني فعلا عندك مخطط وكما تنقولوا كاين ان كونسيبت، كاين لو كونسيبت اللي خصك يكون عندك انت اولا. علاش بغيتي تزوج؟ واش انت بغيتي تزوج للانا
لراسك لانك بغيتي غير تغذي راسك وبغيتي تغذي الاحتياجات ديالك، لان جزء من هذا الاحتياج هو حرمان، حرمان من شيء معين وبغيت نعوضه في شيء اخر وانني نمشي نتزوج. فانا تنقول، وهذا تنبيه طبعا تحل واحد العدد من الشباب المقبلين على الزواج، حنا منفتحين طبعا تحل جايين على الموسم ديال الزواج ان شاء الله مع فصل الربيع، انتبهوا لان الزواج ليس مصحه نفسيه. نعم اتونسيون، عندك تعتبر بان الزواج راه غادي تمشي له وغادي تكون بخير وعلى خير، لا راه فاش غادي تزوج غادي نتقاد، فاش غادي نتزوج غنحيد غنحيد البليه وما غنبقاش ندخن ولا ما غنبقاش كن. نعم بحال انتبه فالزمن الاسم ديال المصحه النفسيه. المصحه النفسيه لان كتجي مثلا اسره، نعطيك مثال، كتجي اسره مثلا ام عندها الابن ديالها اللي وصل مثلا 30 سنه 34 سنه وكتشوف الابن ديالها باقي ما خدام ما داير حتى شي حاجه، اشنو غادي نرجع نشوف له شي بنت الناس غادي نزوجوه وغادي نساعدو حنا بالامكانيات ونعطيو واحد البيت عندنا راه يمشي يتزوج ما فيها باس يجيب له ربي شي بنت الناس. كنقولوا بانك اولا كتجني على ولدك وكتجني على بنت الناس، بنت الناس ثانيه، وما كتكونوش صريحين في الجلسات مع العائله ومع الاسره، كتقولوا لديك العائله الولد راه ما خدامش او عنده بليه او عنده اضطرابات عصبيه ولا اضطرابات دهانيه او اضطرابات نفسيه بطبيعه الحال بصفه عامه اللي غادي تخلي هذه الاسره فعلا تيقن بان هاد الازواج ملي غادي يعيشوا مع بعضياتهم راه غادي يعيشوا بطريقه سليمه. لا اش كنبداو نديروا؟ كنديروا عمليه الماركتينغ، وكل واحد فيهم كيزين ولده ولا كل واحد كيتزين بنته، عرفتي ديك القضيه ديال شكون اللي كيشكر العروسه نهار سلام تيديروها، وانا كنعطيو المحاسن ديال هاد العريس او كنعطيو المحاسن ديال هاد العروس وديال هاد الشاب او ديال هاد الشابه لا لشيء، بغينا معتقدين ماشي بغينا نتخلصوا منه، ولكن كنعتقدوا بانها راه الا زوجناه راه غادي يكون بخير. لا كوني على يقين بانه غادي يدوز اسبوع غزال غادي يعجبو الحال، من بعد كاين هرمون ديال الدوبامين، هرمون ديال السيروتونين والاندروفين، هادشي كلشي كلها عباره عن هرمونات. نعم غادي تعجبو وغادي يمشي فيها، ولكن غادي يجي واحد النهار اللي غادي يرجع وغير قرصو بانه عنده مسؤوليه اكبر من داكشي اللي كان كيتوقع. نعم يقدر كاع يجيو ابناء فيما بعد وهو ما قدرش على هذيك المسؤوليه، غادي يقدر يقهر هذيك بنت الناس. نعم. من خلال التعنيف، وهنا غادي بطبيعه الحال غيولي عنف اسري. نعم هادشي اللي كتلقى غالبا. فوالا خاصنا نردوا البال بان الاسره الوظيفه ديالها ليست فقط وظيفه الرعايه او الوظيفه البيولوجيه اللي كيتكلموا عليها الناس، راه كاين وظائف متعدده، كاين الوظيفه البيولوجيه، الوظيفه النفسيه، الوظيفه التربويه، الوظيفه الاقتصاديه، الوظيفه الاجتماعيه، ووظائف صغرى اخرى بطبيعه الحال اللي ممكن اننا نطرقوا لها. هنا نردوا البال ان الناس اللي كياخذوا الحديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كياخذوا بالمفهوم ديالهاش ديال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واش بغاو؟ انا كنجيب الماكله وكنجيب المصروف وكيقراو وبخير وعلى خير. لا ما باغينش غير هذا الشيء، باغين وظيفه من بين الوظائف الاخرى، كاين الوظيفه النفسيه. نعم داكوغ، كاين الوظيفه التربويه، الوظيفه التربويه من خلال غرس القيم. وهنا كنلاحظوا المشاكل ديال التفكك الاسري، سببها ماذا؟ الناس راهم بخير وعلى خير، مستقرين ماديا، مستقرين اقتصاديا كما تنقولوا، ولكن اجتماعيا كاين مشكل. نعم. ما عندناش ذكاء اجتماعي، ما كايناش مرونه في التعامل، ما غرسناش واحد المجموعه من القيم في الجانب التربوي، واننا نقولوا للوليدات راه شنو اللي خصو يدير شنو ما خصوش يدير، خصني نحترم الاخر، نقبل الاختلاف، نكون متسامح، نكون متضامن. نعم. نحاول ما امكن انني نحترم الوقت، النظافه الى اخره. هذه من الامور اللي غادي نغرس فيها قيم كونيه. نعم. اللي كنتلاقاو فيها احنا في الديانات كامله، يعني مهما كانت ديانتك نقبل الاخر ونغرس قيم لهذا الابن. فواش كنظنوا بان الاسره الوظيفه ديالها فقط ديال لا راه خصني غير ما ناكل، لا راه خصني غير الاساسيات ديال غير باش نعيش؟ لا، الوظائف بصفه عامه كما قلنا، نذكروها الى بغيتي، الوظيفه الاولى بطبيعه الحال الوظيفه البيولوجيه العاديه من توفير الاحتياجات الفيزيولوجيه ديال 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 الارض ديال ديال الفرد بطبيعه الحال، ثم الاحتياجات النفسيه او الوظيفه النفسيه، الوظيفه التربويه، الوظيفه الاجتماعيه، ثم الوظيفه بطبيعه الحال الاقتصاديه، ووظائف اخرى اللي ممكن اننا نطرقوا لها. فهنا الى اي حد هاد الشخص هذا اللي ناوي يتزوج عنده فعلا الوعي والادراك بالادوار اللي ملقات عليه؟ نعم. اذا غادي ندخل اول انا وياك لاول نقطه في التعامل السليم مع التحديات اللي كتواجه الاسره. انا ما كنبغيش نسميها مشاكل وانما كنسميها تحديات، ونغيروا هذه التسميه ونطلبوا كذلك من كل المستمعات والمستمعين بطبيعه الحال اللي كيتبعونا الان انهم يبدلوا كلمه المشاكل بتحديات. داكوغ، غادي نعتبر راسي بانني انا داخل لواحد اللعبه،
واللعبه راه ماشي زكريا شي بوش اللي قال بانها راه لعبه. الله سبحانه وتعالى قال لك انما الحياه لهو ولعب. نعم داكوغ، انما الحياه الدنيا لهو ولعب. نعم، وقال لك بانها متاع، ومتاع الدنيا غرور. وهذا المتاع شنو هو هذا المتاع؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا باش استغفر الله العظيم يتفلى علينا، حاطنا باش نتعذبوا؟ الا خير دليل. نعم، البدايه ديال سوره طه، طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. فكاين واحد العدد ديال الناس دابا كيستمعوا لنا وتيقولوا لا وانا عايش الشقي وانا عايش المشاكل وعندي. اسمح لي ونقول له بصراحه، وانا غادي نعطي اول صدمه هنايا وتقبلوها منا اصدقائنا بطبيعه الحال. نعم، انت السبب في النتائج اللي انت واصل ليها الان. نعم، اذا كنت واصل المشاكل وكتحس بالضغط النفسي وعندك الم، انت السبب. زائد جوج ديال الاشياء. علاش؟ لان اما عندك معلومات ناقصه وما عرفتيش كيفاش تتعامل، مثلا شي حد مثلا مهنيا اللي غيقول لي انا عندي زملاء ديالي في العمل وعندي معاهم مشاكل، غادي نقول لك بانه باقي ما عندكش الاسلوب ديال التفاوض. نعم، باقي عندك مشاكل في التواصل، باقي عندك مشكل في فهم الاخر وفهم النفسيات. قبل كاع من فهم الاخر وفهم الذات اولا. نعم، بطبيعه الحال فهم الذات، فهم راسك شكون انت اولا، ثم فهم الاخر من خلال دراسه انماط الشخصيه، طريقه ام بي تي اي، ولا طريقه ولا نظريه هيرمان، ولا مجموعه من النظريات في فهم الشخصيات ممكن الناس يبحثوا عليها ويقراوا كتب ويحضروا دورات. نعم، اللي ممكن يستفدوا في فهم الذات وتقدير الذات ويمشيوا بطبيعه الحال الى فهم الاخر. ثم نعم، كتجي مرحله اخرى ديال فهم الرساله. شنو هي رسالتك في الحياه؟ واش انت جيتي غير تعيش بوحدك هكا، بغيتي انت تبقى غير كتستغل وتستافد وكتاخذ وكتستنزف الطاقه من الكون ومن الاخر؟ ما عمرك غادي تشبع. نعم، اذا انت تتقول لي بانه عندك واحد الحرمان كبير وتتغذي الانا اللي عندك، فانت ما عندكش رساله، ورسالتك خص تكون عندها وجهه، والوجهه ديالك وجهه الله عز وجل. عقلتي قبيله لاله ساره فاش تكلمنا. نعم، وقلنا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والآخر شكون هو؟ ولدي بخل واستغنى وكذب بالحسنى. مالو؟ ديك الساعة العسر ما كاين. فسنيسره لليسرى عز وجل. نعم، فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تخيلي الأول سييسر لليسرى، والثاني سييسر ليش؟ للعسرى. نعم، إذا اش غادي نفهموا هنا؟ نعم، بأن هذا الإنسان على مدارين، كاين المدار ديال اليسر وكاين المدار ديال العسر، كاين المجال ديال اليسر وكاين المجال ديال العسر. دونك خصني نعرف شنو هو القانون اللي غيخليني نعيش حياتي باليسر. نعم، وشنو هي القوانين اللي ربما انا كنخرقها وتخليني نعيش حياتي بالعسر. نعم صحيح، لان حياتنا كلها عباره عن قوانين. كاين قواعد ومبادئ وقوانين اللي الا مشيتي عليها داكوغ غادي تعيش اليسر. نعم، غفلتي عليها غادي تعيش بس. شو الله سبحانه وتعالى شنو قال لك؟ فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. نعم، ها تخيلي معايا اشنو دار؟ أعرض عن الذكر، والذكر هو القانون، ليس فقط الترديد، الذكر كما لا يظن واحد العدد ديال الناس، الذكر سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله، لا ماشي غير هذا الذكر، أي ذكر الله أكبر، ولكن القانون، فهمك للقانون اللي خصك تمشي عليه بطبيعة الحال واللي عندك في النص، واللي جات به الكتب السماوية كلها، ونتفقوا بأن الكتب السماوية منزلة من عند الله عز وجل، آخرها القرآن الكريم فيه ذكر، هذاك الذكر عبارة عن قانون، ذاك القانون إلا مشيتي عليه هو بطبيعة الحال اللي غادي يساعدك. نعم، وغادي يخليك تعيش حياتك باليسر. نعم استاذ تبارك الله عليك، كيف ما قال سي عبد المنعم راه مشد معنا. نعم، ما ذكر في القران هو الذكر. اذا نعم، طبعا بزاف كيف قلتي الحياه قبل احنا كنهضروا من قبل ما ندخلوا الاستوديو تحدثتي على السعاده بواحد الشكل جميل. نعم، ان ما يمكنش تجي وتلقى السعاده ولا تبحث عليها، وكان مقارنه بزاف ما بين الغني بين انسان اللي عادي وما عنده السعادة. بمعنى السعادة ما يمكنش أنها تكون عند أي واحد صح أو لا تجي هكذا فجأة.
صحيح. هو باش نقول واحد الحاجه من خلال مجموعه من الدراسات اللي قاموا بها مجموعه من الفلاسفه ومن العلماء بطبيعه الحال، سواء ارسطو سواء مثلا الفلاسفه العرب مثلا الفارابي وابن مسكوية، وكما يرى مجموعه من العلماء السعاده فهما كل واحد فيهم كيفاش صورها، هناك من يرى السعاده في الصحه اعتبر انه مثلا لا يملك الصحه وانه مريض، هناك من يرى الصحه في السعاده في الغنى على اعتبار انه هو فقير. فهي كما قلنا لاحظوا معايا صيغتي المتعة والألم، صيغتي الحرمان والحصول على الأشياء، دونك دائما الشيء بالنقيض. داكوغ، السعادة بطبيعة الحال من خلال هذه التوليفة كلها ديال هاد العلماء وديال الفلاسفة وبطبيعة الحال حتى علماء النفس وعلم الاجتماع بغاو يشدوا هاد السعادة ما لقاوهاش، لدرجة أنه كاع كاين المفهوم ديال لاكالما. لاكالما سي تو سو كي في بليزيغ، لقاو بأنه هاد الإنسان تيحلم يوصل لهاد لاكالما، تيوصل ليها واحد الوقيتة تيبغي يحماق، تيقول وصلت وصلت للنشوة للسعادة. نعم. فالمشكل أنها لا تدوم. فالناس قلبوا شنو هي الطريقه اللي غادي نوصلوا بها لهذه السعاده. فهنا جا مارتين سيليغمان وتحدث عن الحياه الطيبه عوض السعاده. بمعنى الحياه الطيبه ان تحيا حياه طيبه، اول شيء هو انك تطبق مجموعه من القوانين اللي هما اربعه، وانا غادي نتكلم على هذه القوانين اللي هي اساسيه جدا. يلا سجلي هذا راكور كنعطيو هذا اكيد كور اكاديميك. دونك قوانين، اولها قانون الراحه. قانون الراحه شنو هو؟ هو حالة السلام الداخلي اللي انت كتعيشها مع نفسك أولا، وأنك كتسامح نفسك وتسامح الآخرين. أقسم يا سارة، أي واحد بغى يحس بالراحة يتصالح مع ذاته ويتصالح مع الآخر ويسامح الناس. نعم. فاعفوا واصفحوا. نعم. الله سبحانه وتعالى قال لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نعم. بمعنى هذاك العفو اللي انت كتوصل له وكتكظم الغيظ ديالك، انا كنقول تكظم الغيظ ديالك ماشي تعقد راسك وتمرض راسك. اي يكون التنفيس، يكون التفريغ، داكوغ، ماشي نفاجر في وجه الانسان. نعم. ولكن نعرف نضبط الافكار ديالي اولا، ثم نضبط الاسلوب والسلوك ديال التعامل ديالي. علاش؟ لان لكل مثير استجابه. انا وياك مثلا غاديين انا وياك في الطريق، جا مثلا شي حد في الطريق غاديين انا كنت مكلخين، الا حنا تلفتنا بمعنى انا وياك مفعلين ديك الكلمه ديال مكلخ في دماغي وما عجبتنيش ومشيت لعنده ومفضيت عليه وهضرت فيه. فتخيلي معايا وحدين اخرين شنو غايقولوا؟ يقولوا ماشي علينا عادي وغادي نمشي. وحدين اخرين يقدروا يضحكوا مثلا الا تلاقيتي مع شي شخص مثلا تلاقيتي معاه في الطريق. غنعطيك هنا غير باش نعطيو الفرق ما بين المثير والاستجابه، ما بين السلوكيات اللي كيقوموا بها واحد العدد ديال الناس. تميتي غادا في الطريق تلاقيتي مع واحد السيد وبالاكتساب اش غادي نقول لك؟ كيسب وكيشتم هي الفاعله وهي التاركه ودرتي كذا 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 وجيتي انت غضبتي وبطبيعه الحال الادرينالين بدا خدام وليتي كتعرقي ومشيتي لعندو علاش حشومة عليك ومالك يا وشكون انا وكيفاش واش بيني وبينك؟ تخيلي معايا في ديك اللحظه جا واحد الشخص اولا جات واحد السيده وقالت لك ساره الله يخليك استاذه، هذا السيد راه مسكين مريض وعنده مشكل وعنده اضطراب وراه الله خرج من المستشفى واللي تلاقى معاه راه تيسبوا بحال ما هكذا. نعم. كيفاش غادي تولي رده الفعل ديالك؟ صافي غيبرد الواحد، غادي تبردي انت ديك الساعات. تخيلي معايا كدوزي من نفس البلاصه والغد ليه وكتعاودي دوزي وكيعاود يعيرك، شنو غادي تكون رده الفعل ديالك؟ غادي تقدري تضحكي وتقولي صافا لاباس. علاش؟ لانك فهمتي شنو وقع، ما بقاش عندك نفس المثير. نعم. وبالتالي تغيرت الاستجابه. نفس الشيء اللي تيوقع لواحد عدد الناس ربما الان كيستمعوا للناس اللي غاديين في الطريق دابا والسائقين بطبيعه الحال، وخاصه السائقين المهنيين كنتمنوا لهم طريق سلامه ان شاء الله ويحترموا قانون السير. داكوغ، ما يديروش بحالي بحال اليوم انا غلطت في واحد لا سميتو خلصت الظاهره مع الصباح وكنشكر الشرطيه اللي طبقات القانون بطبيعه الحال بكل يسر والحمد لله تيسرت الامور. الخطا انني دخلت في خط متصول في مكان معين، وهذا اقرار واعتراف ضمني انه راح الى خطأ خاصك تأدي على الخطأ وانت فرحان وتمشي صافي، هذا هو التيسير. نعم. كما تنقولوا ما تشدهاش صافي، راه غادي تخطأ، ما معنيتش انك غادي تسمع الكلام ديالي اليوم وغادي تقول حنا راه عايشين في المثالية، لا حنا ماشي مثاليين، راه كلنا كنخطئوا. وبالتالي أول قانون، نعم، وقع لك مشكل نسامح. نعم. أنا ربما غادي يبان لواحد العدد ديال الناس اللي عندهم مشاكل كبيرة مع شريك الحياة، اللي عندهم مشاكل كبيرة وكثيرة مع زملائهم في العمل. بغيتي السعادة الحقيقية؟ طبق معايا هاد الأربعة ديال القواعد اللي غادي نقول لك.
أولها قانون الراحة. نعم. أقسم لك اللي ما طبقش قانون الراحة غادي يعيش معذب بالطاقة السلبية ديال الآخر. كتلقى شي واحد اللي ما كيسامحش كيعيش شغي معذب هكذاك في الدنيا، ما قادرش يسامح، مغموم دائما. الله سبحانه وتعالى عطى الوعد، عطى الوعد لهاد الناس. هما متقين وعندهم الفوز والظفر بالجنة لمن؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. نعم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نعم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. بمعنى انت بمجرد ما انك تسامح، وقع لي مشكل مع ساره، تخاصمنا، كانت بيناتنا صفقه، عمل، اي شيء، اختلفنا، تخالفنا، ضريتيني بزاف، داكوغ، وقفنا العلاقه. انا عندي مشكل مع سلوكك، ما عنديش معك مشكل. انت انت كتبقي انسان، كتبقي بشر بحالي بحالك، داكوغ. الله سبحانه وتعالى قال لك وكرمنا بني ادم، انت مكرمه من عند الله، ما كتسنيش مني التكريم، او لا انا مكرم من عند الله ما كنتسناش من شي حد التكريم. ماشي بالضروري تنتسنى كلمات جميله من شي حد عاد نكون انا فرحان. نعم صحيح. انا كناخذ طاقتي من الله وكنستافد من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي حتى في المشاكل وقع بيني وبينك مشكل، انا عندي مشكل مع سلوكك او لا مع الوضع اللي حطيتيني فيه او اللي تحطينا فيه بزوج. علما، وهنا غادي نصحوا واحد المعلومه وغادي نبداو ندخلوا شويه في الصح كي تنقولوا، راه ملي تيوقع لك مشكل مع شي حد راه عندك فيه جزء كبير من السبب، انت السبب. اي هو تسبب لك، ولكن ما يمكنش الراس غادي بطبيعه الحال، لان حتى هو دار رده فعل تجاه داك الشيء اللي انت عطيتيه. يقدر يكون كما تنقول انت توقعتي اكبر ما يمكن من هذاك الشخص، وبالتالي جاك اقل من داك الشيء اللي توقعتي، فوليتي كتطلب منه شي حاجه اللي هي كثيره. فخير خير مثال مثلا في العلاقات الزوجيه، ان الزوج والزوجه في بدايه المشوار كما قلنا تيفكروا في احسن ما عندهم، او تيعطيو او كيقدموا احسن ما عندهم. كما قلت لك الطريقه هي كيديروا الماركتينغ لبعضياتهم، باغيين يبيعوا راسهم. كيبغيو يبيعوا احسن ما عندهم. فاش كيدخلوا الحياه الزوجيه كتلقى الزوجه رافعه سقف الانتظارات، والزوج كذلك رافع سقف الانتظارات، تيقول وانا ملي غادي ندخلوا غادي نتزوجوا، غادي تفعل لي ودير لي وتهمني وكذا وكذا، وغتقبل مني وغتكذا كذا. حتى هي كتقول ماشي مشكل، الا كنت عصبيه، الا شي نهار مقلقه، الا غيتقبل وحنين ومزيان وزوين وشوف كيفاش كيديروا ديما الهدايا. هنا كيوقع صدام ما بين الاثنين، الزوج يصبح اخرس، الزوجه تصبح كثيره الكلام وباغا تسمع وعندها لي ديطاي واكثر شيء تحليليه وخصها تعرف مني هذا، هو كيتزيزن. نعم. هذا السيد كان كيقول الكلام الجميل، وكان طبيعه الحال تيكلمنا وتيصيفط الهدايا، هنا خصنا نفهموا انه تحولت الهديه ديال داك نونوس الحمام الزويون، هذيك الهديه ديال ديك الورده بالقبطه ديال النعناع بالطوبه ديال السكر من بعد، لانه ولات جزء من المسؤوليه، والرجل يعبر بالحب بهذه الطريقه. المراه تحتاج دائما بطبيعه الحال كما قلت لك قبيله، خصنا نكونوا كنفهموا النفسيات ديالنا احنا اولا، ونفهموا الاخر. هذا هو اللي غادي يحيلنا على هاد التحديات ديال الاسره، سببها ماذا؟ عدم فهم الذات وفهم الاخر. نعم. داكوغ، هذه نقطه ربما اللي احنا فصلنا فيها واحد الشكل كبير وطويله، لانها اساسيه جدا باش نفهموا الوظائف ديال الاسره، ونفهموا نفسنا ونفهموا الاخر، وبالتالي كنعطيو فرصه لنفوسنا حتى الى غلطنا فيما بعد. غادي يجيو ناس وغادي يقول لك وحنا دابا تزوجنا ودرنا الوليدات ولكن باقي ما مفاهميش، كنقول لهم باقي عندكم الفرصه في انكم ترجعوا المياه لمجاريها واحسن صفاء واكثر صفاء. فقط سريعا غادي نعطي القواعد الاربعه. نعم. ديال السعاده، قانون ديال الراحه. اذا اولا قانون الراحه اللي هو التسامح. نعم. داكوغ، اول حاجه فاعفوا واصفحوا. صافي انسامح. ثانيا العطاء. نعم. بمعنى العطاء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. والانفاق هنا الانفاق ماشي في المال فقط، الانفاق من الاشياء اللي انا كنبغيها، الانفاق من الاشياء اللي انا فعلا محتاج ليها وبغيها وتوفرت عندي واحد الوقيته، نعطيها، نعطي الحب، نعطي الكلام الطيب، نعطي الابتسامه، نعطي المعاملات، نعطي السلوك الجيد. نعم. نعطي من المال اللي عندي بطبيعه الحال. عندي ولا ما عنديش؟ راه الذين ينفقون في السراء والضراء. شنو هي السراء والضراء؟ السراء ديال هو مسرور ومضرور ومع ذلك ينفق. نعم. داكوغ؟ فهذا المفهوم ديال العطف وديال العطاء مقرون بماذا؟ مقرون بالنص اللي احنا تكلمنا عليه ديال الله عز وجل. نعم. مقرون كذلك حتى بالحديث ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. بمعنى ذاك الشيء اللي كتبغي لراسك بغي للناس اخرين، هذا نوع من العطف، نوع من الإنفاق، نوع من العطاء. فهذا التودد هو الذي يخليك فعلا انت كتعيش على الفطرة اللي فطرك الله عليها وبغاك تعيش بها بهذا القانون وهذه القوانين، وكتولي حياتك فيها اليسر. تخيل معايا واحد الانسان كيعيش بهاد جوج ديال القواعد، غير جوج باقي ما عطيتش جوج اخرين، مازال ما وصل ديال التسامح وديال العطاء. شكون هما الناس اللي كنشوفو حنا كيعيشوا التسامح والعطاء؟ كاينين ديانات اخرى كنشوفوها ولا ما كنشوفوهاش؟ كتشوفوا بانه انسان متسامح وانسان محطاء. نعم. اجي الى تكلمت لك على الحب اللامشروط لامور انكونديسيونيل، تيجي الانسان تيحبك وتيبغيك هكذاك لله في الله وبالله. نعم. كان بغيك درتي فيا مشكل، ما عندناش مشكل، الدنيا هانيه. نعم. داكوغ، ولكن انا غنبقى نبغيك. علاش؟ حيت انا كنشحن الطاقه من الله سبحانه وتعالى، ما كنشحنش الطاقه من عندك. نعم. ما نبغيكش، علاش ما غنبغيكش؟ لا بالعكس، نبغيك ونتقبلك، لان هذا جزء اللي ممكن نتكلموا عليه ان شاء الله في حلقه خاصه بالعلاقات الزوجيه. نعم ان شاء الله. التقبل، الاحترام، التقدير، التواصل بطبيعه الحال من اجل تنميه الحب وتنميه العلاقه ما بين الازواج، وكيفاش ممكن نرجعوا الطاقه ونجددوا العلاقه ما بين جوج ديال الازواج اللي عاشوا مثلا 10 سنين ولا 15 عام، وكيلاحظوا بان كاين الملل. نعم. وكاين الهروب او كاين البرود العاطفي. نعم. في العلاقه، فكاين اسس من طبيعه الحال نتكلموا عليها في. نعم. القانون الرابع. قبل ما نتعرفوا على القانون الرابع استاذ، نتعرفوا على اولى مكالمتنا في فقره اليوم. معنا الهام منتزه، مرحبا بك لاله الهام. مرحبا. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الهام لاباس؟ الحمد لله، شكرا لك الاخت ساره، شكرا للدكتور. مرحبا، تفضلي لا عندك شي سؤال تفضلي. عافاك بغيت نسول الدكتور. مرحبا لاله. يعني واخا كنبقاو نسمعوا هكا كنكونوا كنسمعوا صراحه كنحس واحد الراحه نفسيه وواحد الاطمئنان. نعم. ولكن ان فوا كتحط امام امر الواقع، يعني مثلا غير ندخلوا الوليدات والراجل وهكا من هنا من هنا، واحد الشيء هذاك الادرينالين اللي كنهضروا عليه كنجبروا بلا صافي ما كنبقاوش نتحكموا في نفوسنا. طاع الغوات. نعم. يعني كيفاش نتحكموا اكثر في ديك الحالات اللي تكون سخونه كنقدروا نتحكموا اكثر في نفوسنا؟ نعم. لاله الهام. نعم. لاله الهام، شنو كدير في طبيعه العمل ديالك؟ مربى بيت. ما كنديروش احسن عمل. احسن مهنه في راسك واكبر. نعم. مهنه واحسن مهنه، والاجر اللي كتقضي عليه احسن اجر على فكره. الحمد لله. الله. انا اول حاجه بغيت نحل معك واحد المشكل. شنو هو؟ ما تشوفيش راسك بداك المفهوم الخاطئ اللي كيسوقوا له واحد العدد ديال الناس ديال وغير ربات بيت. لا، ربات بيت. واش عرفتي شنو هي ربات بيت؟ عندي وليداتي، هذاك هو الفضل الكبير. الله يعطيك الصحة. أنا بغيت أول حاجة نتفق أنا وياك وتكوني بخير وعلى خير وتكوني مقتنعة وتعرفي بأن هذه المهمة اللي أنت كتقومي بها راك أنت القائدة ديال الأسرة. هذاك دابا القيادة راها عندك لاله الهام. حيت مفتخرة براسي يعني بغيت نتحكم في راسي أكثر، حيت ملي طيب. كيدخلوا الوليدات والراجل وغير. شحال ديال الوليدات كاينين لاله الهام؟ عندي وليد وبنيته. هم متابعين هكا. شحال في عمرهم؟ عطيني العمر ديالهم. شحال في عمرهم لاله؟ ربع سنين والبنت عامين ونص. داكوغ داكوغ. طيب شنو اللي كتلاحظي كيشكل لك فعلا ضغط وكتقولي مع راسك راه شي حاجه متقلة عليا؟ واش هي الرعايه ديال الابناء وانك تقومي بهم داك الشيء اللي خاصهم، ماكلتهم شرابهم لباسهم والرعايه اليوميه، او لا تتبان لك شي حاجه سلوكيه في الوليدات هي اللي تتبرزتك؟ السلوك ديالهم. يعني السلوك. طيب. السلوك ديالهم شكل لي ضغط. واخا، وغادي يبان لك ربما السلوك ديال الطفل ديال ربع سنين اكثر من اكثر من ديال مثلا كنبقى نغوت وهكا صحتي كتبدا تلعب بحال هكا، ما كنبقاش نتحكم في راسي. طيب عطيني السلوك ديال الوليدات، شنو السلوك اللي كتشوفي في الوليدات مثلا؟ عطيني الطفل ديال ربع سنين. الطفل ديال ربع سنين ديما كيضرب خطو اللي صغر منه. والماكله ما كياكلش وهكا ديما اي حاجه خصهم يشدوا فيها بجوج وانا يشدوا فيها بجوج واي حاجه اي حاجه. المهم كل شيء عندنا في الدار. في الدار. طيب بمن مرتبطين هما بزاف، بك انت ولا بالاب ديالهم؟ لا بيا انا. طيب ممتاز. يلا اسمعي لي لاله الهام، الله يجزيك بخير. اول شيء الطفل اللي عنده اربع سنوات وجا من موراه طفل اللي عنده سنتين ونصف، هذا دليل على انه هذا الطفل اول شيء غريزيا تيحس بالغيره.
نعم داكوغ. فهنا هاد الحاله اللي تكلمت عليها وانا سجلت بطبيعه الحال، اولا رفض الطعام هو مشى للعناد. نعم. اول حاجه غادي نقول لك مبروك عليك على الالهام ولدك العنيد. علاش مبروك عليك هذا الابن العنيد؟ لانه تيفرض شخصيته، تيبني شخصيته، عنده شخصيه قويه الحمد لله اللي خليها تكون داكوغ. نعم. والله يجازيكم بخير، اياكم والعنف، نمشيو للرفق داكوغ، ونمشيو للليونه. نعم. حتى الا كنت مثلا كنتسرع ولا كنضرب، ما تفوتش يديك جهه كتفك. نعم. بمعنى ما تهزش يديك كاع الفوق، ما تستعنش بشي اداه مثلا اللي حاده ولا اداه اللي ممكن انها تقصح الوليدات ولا هذا. علما انه الضرب ممنوع. نعم. ممكن تكون ديك الضريبه ديال الجديده، ممكن ديك الضريبه اللي كنديروها راه عارفوها الوالدين ديال الفاس، راه عارفين خفيفه، ولكن نخدم بعينيا، نخدم فعلا نوقف موقف حاسم. بحال مثلا الطريقه اللي كنستخدمها انا شخصيا ديال ممنوع بعدا الوليدات يضربوا بيناتهم بزوج. نعم. ممنوع. نمشي للضو مثلا ممنوع، واضح انني ما خصنيش نمشي لتما. طيب هنا هاد العناد وهاد العصبيه اللي عند الابن مثلا اللي عنده 4 سنوات، هو عناد طبيعي جدا تيكون في شخصيته، وبالتالي الاحتياج ديالو للحب داكوغ ولا العاطفه من عند الام ومن عند الاب كذلك. هنا غادي نطلبوا من لاله الهام انها تقول للاب انه يتدخل معها في تربيه الابناء. اللي كنقولوا التربيه ماشي الرعايه، هنا غرس القيم هو تنميه الحب داكوغ. لان انا غادي نعطيها طريقه ديال العلاج، واحسن طريقه العلاج هو العلاج بالحب. بمعنى العلاج بالحب هو انه ما نديرش الفرق ما بين وليداتي بطبيعه الحال، ونحاول نستعن بالابن الاكبر مساعدتي لرعايه الابن الاصغر. نعم. اما نقول له اجي يا بابا نوجدوا ليه الماكله ديالو، هاك عاونو، نجيب له مثلا نجيب ان كادو ونحطو في شي بلاصه بعيده، ونقول لا 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 الهام وعرفتي شكون جاب لك هذا الكادو؟ راه اختك الصغيره اللي جابت لك هذا الكادو. بوسها، سلم عليها، قول لها ميرسي، راه هي اللي جابت لك هذا الكادو هذا، واللي عندها عامين ونص راه بالعاني حتى هي كذا، ولا تعطيها نيت هي الكادو تهزو وتعطيه ليه. فتبدا تنمي الحب فيما بينهما هما الاثنين. وانتبهوا الا كان رفض الطعام هذا دليل على 3 ديال الاشياء، وهي افتراضات، انا ما بغيتش نطول في المكالمه لانه ما عندناش الوقت. نعم. وباقي 3 ديال الافتراضات سريعه انا غادي نعطيها للاله الهام ونقول لها ردي البال للاله الهام، لا تكون شي اساليب تربويه خاطئه كتنهجيها انت في التربيه ديالك. نعم. مثلا الاسلوب التربوي الخاطئ مثلا الاول هو العصبيه الزايده. او لا الفشوش والدلال الزايد. داكو وحده فيهم، اما العصبيه الزايده او الفشوش والدلال الزايد او الإهمال. نعم. هادو من بين الأخطاء الشائعة التربوية اللي كيوقعوا فيها الآباء، وبالتالي كتأدي لهذه الاضطرابات اللي ممكن تكون من بينها رفض الطعام، من بينها الكذب، السرقة، العصبية. نعم. العناد، الخوف، الرهاب النفسي، بطبيعة الحال فيها حتى تبول لا إرادي، فيها حالات اللي كتنتج عليها فيما بعد. وبالتالي هنا كنطلبوا من لاله الهام الله يجازيها بخير، وكنشكرها بطبيعة الحال على الدور اللي كتقوم به، أنها تطلب من الأب أنه يساعدها. نعم. في التربية ماشي غير في الرعايه، في التربيه وفي تنميه الحب فيما بينه وبين الابناء. نعم. شكرا لك على الاجابه استاذ. ننتقل لمكالمه اخرى. نعم. المره من اكادير عند سي عبد الوهاب. مرحبا بك سي عبد الوهاب. كبيرة سارة لاباس عليك؟ لاباس سيدي بخير وعلى خير. لكن ممكن لالا سارة علاش ما تلبيش الدعوه لفيصل الطائري وهذا كيمشي لشحال هذه مشي لشحال اخرين ما كتحملوش؟ هاد الهضره هادي غير مقبوله سي عبد الوهاب، الانسان يهضر بهذا المستوى هذا محشومه وعيب انه يهضر. ما كيهضر علينا بعدا ما عرفتش على من كيهضر، وانما فيصل الطائري يحترم كذلك الاستاذ. نعم ولا بس بعد انا اول مره جيت. نعم محشومه نهضروا على الناس هكذا، وخصوصا المستمعين حنايا في الخدمه ديالكم وفي التوعيه والتحسيس ما نهضروش على اخصائيين كيمروا معنا في البرنامج. مشكورين الناس اللي كيحترموا لونتين وكيحترموا الاذاعه الوطنيه. اذا استاذ بالنسبه لهذه النقطه اللي ترتي جد مهمه مع الهام ديال العناد، وتكلمتيها على هذا السنتو بزاف ديال الناس. طيب. كيتشكوا من هذه القضيه ديال. طيب. العناد اي واحد تيسمعنا بطبيعه الحال وتيشوف تيلاحظ بان الابن ديالو مثلا حركي وعنيد وتيقول عليه قبيح، هذيك الكلمه اللي تيقول عندي واحد الوليد قبيح، تنقول له مبروك عليك، من الافضل انك تشوفه بانه عنيد وما تيسمعلكش لا لشيء، انه تيكون شخصيته، والنهار اللي يقول لك لا قول له برافو وقول له جويوز انيفرسير، لان هذيك شهاده ميلاد جديده خصك تسجلها حيت قال لك لا. نعم. علاش؟ فعوض ما الابن ديالي غادي نبقى انا كنبرمجوا البرمجات السلبيه هذه، لا جلس اسكت ما ديرش ما تفعلش، راه كنحدلو وكنقصو
شنو الجناح اللي هو باغي يطير به واللي باغي يبدع به كينزل ملك وانا كنقصلو الجناح ها فعوض مي ماذا علاش كتقول لي لا ونوض نضربو كذا. اما حسن يكون الابن ديالك هكذا عنده شخصية باش حتى إلى كبر أو إلى دار 12 سنة وخرج من البيئة اللي هو فيها وواجه المحيط أو لواجه الاختلاط ما يمشيش لك للانحراف ما يمشيش للإدمان ما يمشيش مع الجماعات ديال 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 الشباب المتطرفين لنوع معين. علاش؟ لأنك يولي أي واحد قال له شي حاجة تيقول له نعم ماشي مشكل الدنيا هانية كيولي انقيادي انقيادي ماشي قيادي. نعم. فانت اش كتختار بغيتي الابن القيادي ولا الانقيادي اي انه ممكن نصوبه في اي بلاصه واللي قلناها له كيقول واخا صحيح داكو. نعم. فمن الافضل انه الابن ديالك يكون شخصيه عنيده وشخصيه اللي ممكن تقول لا. نعم. داكو غير هو ما يزيدش من طبيعه الحال هذا الشيء على الحد ديالو لان الى وصل هو لهذيك النتيجه اسمح لي نقول لك انت السبب. نعم. والابناء ديالنا اي اضطراب واصلين له السبب ديالنا ديال الاباء اما تدهور واضطراب العلاقه ما بين الاب والام. وهنا سريعا بغي نعطي واحد الكلمه اجمل هديه لله ساره ممكن انه يقدموها الاباء للابناء هو تنميه الحب ما بين الزوجين. نعم. السر في الاتزان النفسي عند الابناء هو السعاده الزوجيه ما بين الاثنين. علاش؟ لان هنا في الاسره كنساو الوظائف اللي احنا تكلمنا عليها كنساو بان احنا زوجين وابوين عندنا الدور الاول ديال زوج وزوجه. نعم. داكوغ وعندنا الدور الثاني ديال الاب وام. فاش كنوليو نديرو كنعيشو غير الدور ديال الاب والام وكنساو اننا حنا راه زوج وزوجه وخصنا ننميو العلاقه فيما بيننا خصنا ننميو الحب فيما بيننا خصنا نعيشو حتى حنا عندنا وقتنا وعندنا الهامش ديالنا وعندنا المساحه ديال الحريه ديالنا. نعم. وبالتالي ما نخليوهاش تاثر على العلاقه ديال الابوه وما نبقاوش عايشين غير للابناء. نعم. وبهذه الكلمات الجميله نختموا الحلقه ديالنا استاذ مسخينا شبيك والحديث معك جد شيق. استمتعنا بالحديث اكيد مع سي زكريا اللي رافقنا في هذا الصباح هذا وان شاء الله مازال نلقاو بك في حلقات مقبله. شكرا جزيلا لك على الحضور. أنتم مستمعين الأفضل نشكركم على حسن وطيبة المتابعة نعتز بوفائكم على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله دائما نفس التوقيت ودائما على أمواج الإذاعة الوطنية مع تحيات فريق عمل برنامج لقاء المفتوح سي عبد المنعم القناني في الهندسة الصوتية نوال جعفري في الإخراج حسن القناني في التنسيق والمحافظة واستقبال المكالمات أنا معكم سارة الجندي في الإعداد والتقديم تحية عطرة لكم. Wingsu a remplacé dans toutes